نمشيو للارقام ومن بعد تفاعلوا مع اللي قالوا حسن مهم للغايه. نبداو بالسلايد الاولاني في الريجي كان تسمحوا، وهو حصيله المبادلات التجاريه، حصيله المبادلات التجاريه بالمليون دينار في تونس خلال الثلاثي الاول بين 2021 2023. حسن، شوف العلاقات العالميه والعلاقات الدوليه، رافع قبيليك قال ما فما كان المصلحه، معناتها لانتيغي المصلحه، المصلحه في الاقتصاد ديما حكايه الفلوس هي الكل. اذا نشوفوا علاقتنا مع العالم التجاريه، نلقاو رواحنا معناتها عندنا عجز في ثلاثة اشهر فقط نتاع 2023 ب 3800 مليون دينار. هذا برشا راهو، واقل شويه من السنه الماضيه لكن برشا. باش نفهموا اكثر اذا نتعداو السلايد اللي بعده، اللي بعده في الريجي. دونك حصيله المبادله التجاريه مع اهم الشركاء بالمليون دينار في تونس. مع شكون عندنا العجز هذا؟ العجز هذا عندنا خاصه مع الصين. الصين قرابه 2000 مليون دينار، معناتها 2 مليار دوات دينار، ولازم فقط واحد ينسب الامور مع الصين على 10 سنين. توانسه من مكتوبهم من اللي يشريوه من الصين يوميا وكل عام على 10 سنين اعطينا للصين قرابه 70 مليار دينار، اعطينا عمله احنا شرينا من عندهم. بيان سور باش ننسب كلامي باش نقول كونه معظم 70 مليار هذيك هي استثمارات نتاع شركات معمليه اوروبيه موجوده في تونس، معناتها الشركات الايطاليه والفرنسيه والالمانيه اللي هما اكبر استثمارات في تونس، ولاو يشريوا من الصين الالات نتاعهم وليزيكيبمون نتاعهم نتاع المعامل نتاعهم اللي يخلي كومام معناتها. وهذا مع بيان سور اكل شلاكه بلاستيك وكرسي بلاستيك وحاجه وجوي وسوق بومنديل، هذا كله كومام قاعدين نعطي. وش قاعدين نبيعوا للصين احنا؟ شنو نجموا نبيعوا للصين؟ نجموا نقول لكم اليوم حتى شيء ما نجموا نبيعوه للصين، نجموا نقولها قدام الميكرو. علاش حسن؟ شيء لانه كومبيتيتيفيتي. شوف الصين حتى الصين ما حسش بينا. فوالا. انا با بزون اكبر مصنع في العالم. ما حسش ومازالت باش تصنع لروحها ومازالت ما وصلتش هي النمو نتاعها من داخل معناتها. دوك الصين احسن تفضل. الصين هي اكبر اقتصاد مغلق في العالم. تقريبا التجارة الدولية تمثل في حدود 20% من الدخل القومي الخام نتاع الصين. يمكن الصين هي أكثر بلاد ماهيش انتجري كوميرس انترناسيونال. دونك ما عندك ريالمون وحتى اللي باش تصدر لنا انت معناتها يعملوش الحرير، يعملوش اللؤلؤ، يعملوش الورد، يعملوش الزمرد، يعملوش اللي يحبوا عليه. كلام فارغ. الصين ماهيش تشري من تونس حتى شيء. تقول استثمار تستثمر الروحة. هذوك على النسق هذا باش نوصلوا 8 مليار دوات دينار راهو على عام كامل. ثم الجزائر بطبيعه الحال، الجزائر نشريو من عندها الغاز، وتعرفوا العجز في الطاقه معاها وكل شيء. روسيا نفس الشيء، طاقه وقمح. وتركيا، تركيا نفس الوضعيه بالنسبه للصين. سي بيان ديكيبمون اسونسيلمون، وكذلك دي برودوي استهلاكيه، منتجات استهلاكيه مباشره تلقاوها في الاسواق التونسيه. تكستيل كل شيء، شامبوان كل شيء، انواع الكحول. دونك سي ان اتولي اوسي في اوروبا، يعتبر كانه معناتها ورشه اوروبا معناتها تركيا. هذا لازم نعرفه. دونك هذوما كل خاسرين معاهم فلوس معناتها ريغوليغمون، حتى مع ايطاليا. ما حددتش ايطاليا، لكن مع ايطاليا نفس الشيء راهو. ايطاليا علاش؟ خاطر نشريو من عندها، خاطر ليكيبمون. وحاجه جديده العشر سنوات الاخيره وقت تحرقت ستير شويه، ولينا لي كاربورون نشريو حاضر من ايطاليا ديريكتومون، من اني كل يتكرر غادي ولا يتكرر غادي، ما عادش يتكرر خاصه اي الزيوت. مع شكون نعملوا ان اكسيدون؟ مع ان اكسيدون بالعربيه اقوى كلمه من اكسيدون. نعملوا فائض مع شكون؟ مع فرنسا. العباد ما كي ترى الارقام هذه تقول لك ايش تحكي ان اكسيدون؟ وهذا مش سنه، هذا في الثلاثي الاول نتاع 2023، لكن هذا راهو من 20 سنه من 20 سنه ونعملوا فائض مع فرنسا. هذا 1.5 مليار دينار. هو احسن زاد فما تغير شويه وقت اللي دخلت للصين، لانه كي دخلت الصين كبلد نوردوا منه، ولا نوردوا منه
الالات لي زيكيبمون والالات اللي كنا نجيبوا فيهم من اوروبا. دونك الديفيسيت اللي مشى على الصين نعملوا فائض مع المانيا، نعملوا فائض ايجابي نسميه معناتها صحي مع ليبيا، لانه هذاك معناتها فيه دو لا فغي فالور اجوتي معناتها قيمه مضافه، ثم فائض زاد كذلك مع ايطاليا وهذا جديد. هذه وضعيه جديده، هذه عام 2023 فقط، قبل لا لا ايطاليا ديفيسيت بالضبط. دونك اللي حبيت اي سلايد اللي بعده فقط حبيت نقول مع اوروبا جلوبالمون مع اليونيو اوروبيان مع الاتحاد الاوروبي، تونس تبيع لها اكثر ملي تشري من عندها 104% تو دو كوفرتور مع اليونيو اوروبيان. هذا التوانسه لازم يعرفوه. يمكن السلايد هذا الكلام اللي كنت تقول فيه انه في لي سيرفيس سي تري بو سي سي تجيري لا سي سي سيرفيس سي تري فابل سي تري تري فابل 1022 على عام كامل، على عام كامل نبيعوا لفرنسا رابحين مع فرنسا 4.4 مليار دينار. فما ناس يقول لك لا هذاك مش دو لا فغي فالور اجوتي على خاطر لانفستيسمون ديريكت اترونجي تاع فرنسا، ما نحسب معناتها فما فلوس ترجع ما ترجعش، لا غلط غلط، وذاك هو الحقيقي. ونجم اصحابك برشا في الحزب نتاعك نجم كان تحب نحكي معاهم تفسر له انه هذاك هو الرقم الحقيقي هذا تاع البنك المركزي. بيان سيرفيس قلت لك بيان سيرفيس. ثم انا موافق فكره انه لازم يمشي السيرفيس اكثر منه اللي يمشي بالضبط. هذه موافق على الفكره هذه، عندك حق، عندك حق في الحكايه هذه. نمشيو للسلايد اللي بعده. مستر بن احمد وجماعه كل موافقهم بن جنات موافقهم في الموضوع هذا. ارقام ما فيهمش الخدمات، ما فيهمش الخدمات. هذوما نحكي على فسروا بلا يفسروا للناس خاطر مش الناس الكل يعرفوا لو جارغون. هذا رقم فيه كان ليبيا اللي هما يتعداوا بالديوان ويخرجوا الخدمات. الخدمات اقل من 10% من هذا كله معناتها il ne change pas la donne d'une manière drastique. اما في العالم لي زيشانج في لي سيرفيس ريبريزونت تقريبا 70% من الكوميرس انترناسيونال. هذا 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 هو احنا بعيد عليه الموضوع هذا. هذا لازم يكون توجه.